بالتوازي مع انطلاق البرنامج الوطني حول إنشاء المدن الجديدة حسب مخطط تهيئة الإقليم، اختتم اليوم الملتقى الوطني حول المدينة الذي جاء لوضع التوجه الجديد للجزائر لإنشاء الأقطاب العمرانية حسب المقاييس العصرية. وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أكد بالمناسبة على أهمية الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال. فؤاد أحمد. مخطط واسع ومتعدد الجوانب حول العمران قررت الجزائر الانطلاق فيه بعد إعادة النظر كليا في طرق إنشاء المدن الجديدة بما يتناسب مع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والنظام العمراني المقترح على أساس جملة من الخبرات الواسعة للخبراء المهنيين في الهندسة المعمارية من مختلف الدول الرائدة في هذا المجال. وحنا على وشك إنشاء عدة مدن جديدة، شرق غرب جنوب وسط، إذن نستفادوا كثير من التجربة نتاعهم، من الخبرة، يعني في خبرة بالنسبة لهم، ونتفادوا كذلك بعض السلبيات اللي نتجت عن إنشاء بعض المدن سواء في أفريقيا أو في أمريكا اللاتينية أو غيرها. هذا التوجه الجديد الذي يعتبر قاعدة لنقلة نوعية للعمران الوطني ركز عليه المشاركون في اختتام أشغال اليوم الوطني حول المدينة الذي خرج بعدة توصيات تتمثل في إعادة تنظيم البنية العمرانية على المستوى الوطني وإنشاء أقطاب حضرية حسب تنامي السكان بالتوازي مع إعادة هيكلة وتأهيل المدن القديمة.